واخر يقول غضبت مرة وكان عندي زوجتين وهما ساكنتين بالدور الثاني، وقلت لهما بعد ما ضربتهما التي تنزل من الدرج فهي طالق ومحرمة علي مثل ما حرمت علي أمي وأختي، وأنا أقصد منعهما فقط، وكنت شديد الغضب ونزلت إحداهما من الدرج والأخرى لم تنزل، فليقع الطلاق والظهار أم لا؟ إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول تخويفها ولم تريد إيقاع الطلاق، فالصحيح من أقوال العلماء أن فيه كفارة يمين ولا يقع على حسب نيته، لأن الرسول عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول عليه الطلاق من نزل منكن فهي طالق هذه الدرجة أو محرمة، والمقصود منعها حتى لا تنزل، وليس قصدك فراقها ولا إيقاع الطلاق، إنما قصدت تخويفها ومنعها من النزول، فالتي نزلت منهما عليك عنها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسبتهم 10 عدد أصابعك، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز أو حنطة من قوت البلد، نصف صاع من قوت البلد، أو تأشيه في بيتك طعام مصلح مفروخ أو تغذيه. نعم، ولو نزل الاثنين يبقى كفرتين؟ أي على كل واحد كفارة. نعم.